طب قول الو يا كابتن ابراهيم. الو، مساء الخير يا ايدر. كابتن جمال ازاي؟ تحياتي يعني انا ليك عرفت الكابتن جمال، انت مش عارفه يا اهلا كابتن ابراهيم. مساء الخير يا كابتن جمال. يا كابتن تحياتي ليك وكل التحيه طبعا لنجوم التحكيم كابتن ابراهيم نور الدين وكابتن احمد حسام. انت عارف انا هبدا كلامي واقول لك اتفضل. انه اكتر حاجه بتفرح الانسان في الحياه عامه انه يشوف ولاده متفوقين ويشوف ولاده في احسن صوره طبعا. الوحيد اللي الواحد بيفرح له لما حتى يكون افضل منه هو ابنه طبعا. ابراهيم واحمد تحديدا هم عارفين كويس ان دول ولادي بره التحكيم وقبل التحكيم، وبالتالي انا في يعني انا هتلاقيني اسعد واحد لما اشوف ولادي بينضموا للنخبه ايه، وحكامنا بقى المصريين بصفتي المسؤول عنهم لما يزيد عددهم في قوائم النخبه الافريقيه وده مكانهم الطبيعي طبعا. ده شيء طبعا يسعدنا كلنا وشيء يفرحنا كلنا، وبس اقدر زي ما بقول لك الناس ما بتحسش ب يعني ما بيقدروش تفوق التحكيم المصري ابدا هنا عندنا. ما حدش يمكن الخبر ده ما بيمرش عليهم وما بيقفوش عنده لما يكون عندنا في النخبه الافريقيه اثنين بس. هو كابتن جمال معلش متعدين. يعني اعتراض بسيط، هو العيب من عندك معلش، يعني انت المفروض تبروز حاجه زي كده، ما يبقى في حد نخبه ايه واتاخد نخبه ايه وواحد راح كاس عالم، لازم برضو لجنه التحكيم هي اللي تبرز هذا الخبر. ما هو الخبر هيطلع من عندك انت، مش هيطلع من عند انا الاول. صحيح انا هاخده من كابتن ابراهيم بصداقتي معاه او كابتن احمد، لكن حضرتك برضو لازم انت كمان يعني تبرز هذا الخبر بشكل افضل، خاصه ان ابراهيم نور الدين هو ابنك، انت اللي اكتشفته في الدرجه الثانيه او في الدرجه الثالثه. الفكره كابتن كده الدرجه الثالثه الفكره مش فكره ان الخبر يتعرف، لا الخبر معروف، وانا بكلمك بشكل عام بشكل عام من زمان مش من دلوقتي على فكره. انا معاك ان احنا كحكام ما حدش بيهتم بنجاحاتنا، ما حدش بيهتم بتفوقنا، يمكن اهتمام الناس بالاخطاء بس، رمي التماس غلط بالاخطاء بس، بالاخطاء عموما اهم 100 مره من انه يعرف او يبرز اللي ايه التفوق او ايه المجال النجاحات اللي الحكام المصريين بيحققوها. ده قدرنا واحنا عارفينه من زمان. يعني حاجه اقول لك، هدي لك مثال بسيط مع ان ما كنتش عايز ادخل نفسي في الموضوع. لا اتفضل. لكن انا عايز اقول لك حاجه، انا رحت كاس العالم مرتين ما حدش كرمني في مصر، مرتين ورا بعض ما حدش كرمني في مصر، حكمت فيهم 6 ماتشات، حكمت فيهم دور ربع نهائي، ما فيش حد قال لي الصحافه والاعلام استضافوني زي ما انت بتستضيف ابراهيم واحمد كده. لكن عايز اقول لك ما علينا، يعني عايز اقول لك انه انا عايز اقول للناس، انا يا جماعه احنا قطاع او احنا عنصر من العناصر المهمه في كره القدم اكيد، واحنا كمان لينا نجاحات ولينا منافسات مع غيرنا من حكام 52 دولة أفريقية، وبعدين في مرحلة معينة هنبقى في منافسات مع 208 دولة على مستوى العالم، عشان حد مننا يكون من ضمن 20 يروحوا يمثلوا العالم كله في بطولات كأس العالم. فبالتالي احنا عندنا منافسات وعندنا ما يشغلنا أكثر من أنكم تتهمونا بأن احنا ضدكم ولا مش معاكم، لا احنا عندنا أكبر من كده وعندنا هدف أكبر من أن احنا ننظر أن احنا ضد حد أو مع حد أو إن إحنا، لكن على كل حال ده حالنا وده قدرنا، خلينا ما نخرجش على الموضوع. هو العمل العام يا كابتن جمال، العمل العام عموما يعني بيتعرض لنقد، وخاصة إذا كنت أنت في يعني في مرمى الهدف، أو بمعنى أصح أنت القاضي في الملعب، فالقاضي في الملعب دائما وأبدا يعني هو اللاعب الوحيد أو الحالة الوحيدة اللي لا يتفق عليها أي حد في الملعب، سواء جماهير أو أجهزة فنية، لازم هتختلف معاه، فده قدركم واعتقد ان انتوا يعني جادرين بهذه الثقه اللي اتعملت الموسم اللي فات واللي قبليه الحقيقه.